بدات اليوم عمليه الصمت الانتخابي للدائره الاولى في محافظه المحرق والذي تتوقف من خلالها جميع اعمال الدعايه الانتخابيه وذلك قبل 24 ساعه من الموعد المحدد للاقتراع في ضوء قانون مباشره الحقوق السياسيه ووقف الدعايه الانتخابيه يشمل وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الهاتفيه وفتح المقار الانتخابيه وكذلك تجنب الوقوف في اي منطقه للقيام بالدعايه الانتخابيه او مخاطبه الناخبين سواء بالقرب من لجان الاقتراع والفرز في اي مكان اخر حيث يعد ذلك مخالفا للقانون كما لا يجوز للمرشح التواجد بالمقر الانتخابي لانه يعتبر دعايه انتخابيه